خطيئة الكبرياء. كبرياءك قبل كده منعك تعمل ايه؟ منعني ان انا مثلا، منعني ان انا اقبل حاجات مش كويسة بفلوس كتير، زي او ان انا اسيب منتج متفق معاه ومديله كلمة واروح لحد تاني عشان هيديني فلوس اكتر او الاوفر بتاعه احسن. فحتة ان انا مديله كلمة دي وحسي كبريائي بيمنعني في الحتة دي. ادام اتفقت. و رفضت امتى فلوس كتيرة؟ كبريائك منعك امتى ان انت تاخد مش مبلغ لازم كبير فلوس كتير بس اوفر احسن. ليه؟ وعلى فكرة مش دايما الموضوع ده بيبقى صح، يعني انت اتفقت مع حد وجالك اوفر تاني احسن بكتير، فحد يقول لك لا هو المفروض تفكر طبعا. يعني فكر هو ده احسن وكلمة بس ما كانش متفق، فاهم؟ فاللي بقوله ده مش شرط يبقى هو اللي صح، هو ايوه. يعني المفروض برضو توزنها. وكبريائي تاني في ايه؟ بس الكبرياء برضو ساعات بيبقى شبه العند، اللي هو ما بيبقاش كبرياء بس هو يبقى عند ان انت، وانا برج الطور فانا ممكن اعند واضيع حاجة كبيرة قوي عشان العند، بس عشان ما ارجعش في كلمتي، فاهم؟ فاهمة او ما اعملش ايوه. كده، وده مش صح برضو. لازم تبقى اهدى. لازم يبقى في مرونة شوية. بس برج الثور كبرياءه عالي كبرياءه عالي. طبعا، كبرياءه عالي جدا، فانا متاكده ان كبرياءك منعك عن حاجات تانية زمان كتير. كان كبريائي يخليني ما اعتذرش، لا يمكن تعتذر. دلوقتي بعتذر على طول. اشمعنى؟ ايه اللي اتغير؟ لا لا، حسيت كبرت وفهمت ان الاعتذار بيدوب المشكلة خالص، يعني بيخلي اللي قدامك مجرد كلمة انا اسف دي انت بتأثر مسافات طويلة قوي، اللي قدامك بيقدرك، بيحس مين ان انت أكتر حد اعتذرت. قلت له أنا آسف؟ قلت ال قلت الناس كتير من اصحابي انا اسف، قلت زي مين؟ لمراتي انا اسف، قلت لامي انا اسف. ما تسالنيش على مواقف لان هو ده اقول لك مين الاشخاص اللي قلت لهم انا، مين من اصحابك قلت لهم انا اسف؟ فاهم، يعني واحنا صغيرين يعني كذا مره صح، اقول بنتخانق كتير قوي، فممكن نتخانق واروح اعتذر له، شيكو مثلا ده اقول حاجه ما تضايقه فاقول له خلاص معلش انا غلطان. محمد زاده ده صاحب عمري كتير ما اسالش عليه او اسيبه في موقف يبقى فارجع اعتذر له، يعني لا كلمه انا اسف دي بتريح بتحل. وبتحس بتحسس اللي قدامك انك باقي عليه وما بتكبرش، ايوه. المشكله لو هتقعد كتير هتخلص في ساعتها ومش عيب ابدا، بالعكس دي بتكبرك. الخطايا خلصت. النجم احمد الفيشاوي نجم كبير، ممثل فظيع، فنان حقيقي، واعتقد ان انت بتحبه لان هو من اوائل الناس اللي ممكن دخلت معاكم بقلبها، ودخل معاكم في ورقه شفره، وعمل معاكم دور، يعني واقف جنبك وتقدر تقول حاجه زي كده. بتشوفه ازاي احمد الفيشاوي؟ اول واحد وقف معانا وقفه رجوله جدعانه احمد الفيشاوي في فيلم ورقه شفره. ايوه. ورقه شفره ده احنا كنا محدش يعرفنا خالص، بنبدا كنا عاملين فيلم قبلها اسمه رجاله تعرف المستحيل على الانترنت كده، واحمد كان اتفرج على الفيلم وهو كان نجم كبير جدا احمد طبعا الفيشاوي، ما زال طبعا نجم لحد طبعا دلوقتي. طبعا. ساعتها كان عامل بقى 45 يوم وعامل كذا فيلم يعني بطولات لوحده. هو حب يساعدنا جدا، واحنا كان نفسنا يجي يعمل معانا الدور، والراجل وافق وخد فلوس قليله وكان وعمل دور حلو جدا، وكتب بعدينا اصلا وهو كان موافق على كل ده عشان يقف جنبنا بس في الفيلم ده. فهو عمل معانا واجب بصراحه في الفيلم ده انا شايله له لحد دلوقتي. هو شخص طيب جدا، موهبه فذه، وانا بحبه جدا ونفسي اشتغل على فكره مع احمد الفيشاوي جدا. امتى ممكن نشوفكم مع بعض؟ اتمنى ان احنا نعمل فيلم قريب مع الله. بتشوفوا دلوقتي مظلوم فنيا؟ مظلوم فنيا؟ بالعكس، هو احمد عنده افلام كتير قوي. لا ما بشوفوش مظلوم فنيا، بس تحسش الجمهور بيبقى عايز يشوفه اكتر من كده؟ هو فنان حقيقي. هو بقاله كتير قوي ما عملش مسلسلات، فانا حاسس ان هو احمد محتاج يعمل مسلسل الفتره الجايه.
لان هو نزل بقى كذا فيلم في الفتره اللي فاتت بس ما عملش مسلسلات خالص، فالناس محتاجه تشوفه في مسلسلات. بتشوفه اكتر ايه، كسول ولا متردد في اختياراته الاعمال؟ مش عارف، ما اعتقدش ان هو متردد لان هو بيعمل افلام كتيره، ومش كسول لان هو بيعمل برضه افلام كتير، فهو الصفتين مش موجودين فيه. ممكن نشوفكم في عمل قريب مع بعض؟ اتمنى والله، انا بحب احمد جدا وبقالي كتير قوي ما شفتوش، واحب اشوفه واحب اشتغل معاه جدا. اكيد هتشوفه بعد عرض الحلقه دي ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طيب